جائزة أفضل ممثل دور تاني لعام 2018. خير يا سنيورة، عاملة جالك ليه؟ هو أنت لسه شفت حاجة يا عبد الله؟ أنا هوريك. وده بأمر تدي إن شاء الله. ما تستعجلش، دلوقتي زكريا لما يجي هيوريك هيعمل فيك إيه. زكريا؟ زكريا اللي معرفش يجيب منك حتة عيل هيعمل لاني حاجة؟ اخرس! ماشي يا بنت الأكابر، هخرس، بس انت لو مخرستيش هزعل زكريا عليكي، واللي عايزاهم يقولوا عبد الله العطار كبير العطارين يستجوع الحريم. جائزة أفضل ممثل دور تاني لدراما 2018 الفنان دياب، واللي أثبت إنه مش صاحب صوت حلو بس، لكن كمان موهبة في التمثيل قوية جدا. ده مزيكا بقى، هو جورج كلوني بيتكرم. خلاص كده يا اولا مساء الخير عليكم. طبعا حاسس ان انا كابتن عماد، حاسس ان انا عايز جزمه 6 ستارز عشان امشي على الستيج ده. طبعا انا مبسوط ان انا بكرم كممثل النهارده، وبشكر كل حد كان سبب ان انا ابقى موجود هنا النهارده، وبشكر روح الاستاذ محمود عبد العزيز ملهمي الاول، اشكره جدا جدا جدا. بشكر زوجتي اللي يعني احنا لسه متجوزين جديد، ما لحقتش تعمل حاجه في حياتي يعني، بس بشكرها طبعا عشان ضربت المشوار من اكتوبر للتجمع يعني، شكرا جدا جدا. وبشكركم، مبسوط ان انا موجود معاكم، ويا رب دايما في وسطكم، ويا رب اعمل حاجه دايما تعجب الناس. شكرا، كل سنه وانتم طيبين.